طيب ناخذ هذا سيستم عندي هون الكتريك موتور وممكن يكون سينجل فيز اي سي ممكن يكون 3 فيز اي سي ممكن يكون دي سي اوكي وهذا هو الكتريكال موتور راح يجي مثلا يا اما بيجي سبلاي يا بيجي بلس ماينس اذا كان دي سي يا بيجي 3 فيز يا بيجي سنجل فيز حسب ايش نوعيه الموتور موجود هون راح يجي هون عندي الكتريكال سورس هون الكتريكال سورس اوف باور هذا المحرك راح يحول الان هذا راح يكون مشبوك على بمب هذه هون هيدروليك بمب الهيدروليك بمب من هون راح تكون مشبوكة ميكانيكيا مع هذا المحرك من هون فعندي هون راح يكون في تورك بعدين الهيدروليك بامب راح تكون موجودة في دائرة هيدروليك لاينز وهوزز وراح تكون مشبوكة على هيدروليك سلندر أو بامب هذا هون فلويد هذا هون ميكانيكال شافت الهيدروليك سلندر او موتور راح يكون مشبوك الان على اكسترنال لود راح يكون عاده ميكانيكال هلا اذا طلعنا هون ايش عندي الباور الالكتريكال باور فلو خلينا نكتبها بلون ثاني عندي هذا هون اللود راح يكون عندي هون الباور بدها تساوي يا اما بتساوي في افريج في اي افريج لاي حاله اذا كان دي سي يا اما بي بتساوي في ار ام اس اي ار ام اس كوساين زيتا ويا اما بي بتساوي جذر الثلاثه في لاين ار ام اس اي لاين ار ام اس كوساين ثيتا فهذا بحالة اذا بدنا نظبط هذول نحطهم قدامهم راح تكون الاولى بحالة دي سي موتور هاي بحالة سنجل فيز اي سي عادة اندكشن موتور وهاي راح تكون 3 فيز اي سي اندكشن او سينكرونس اذا كان طيب اذا هاي الالكتريكال باور اللي دخلت على المحرك طبعا هذا المحرك له افشنسي وله لوسز ايش انواع اللوسز اللي المفروض موجوده فيه؟ كور لوسز كوبر لوسز ايرون لوسز كوبر لوسز فريكشن اند ويندج كل الاشياء هاي لوسز موجوده هون راح تخف الباور الموجوده راح يكون في لوسز هلا الباور اللي معطاه او اللي تنتقل من الالكتريكال للبامب ايش بدها تساوي؟ طبعا هاي وحدتهم هذول كلهم ايش لازم تكون اليونتس؟ واتس يونتس اوف باور هلا هون ايش عندي الباور اللي بتنتقل من هون لهون؟ هذا طبعا سورس اوف ميكانيكال باور هذا لود للميكانيكال باور الباور هون ميكانيكال هون كانت الكتريكال هون الكتريكال هون الكتريكال هون ميكانيكال باور بتساوي التور مضروبه في اوميجا والسورس عم بزودني التورك على اوميجا فهي بتعطينا كمان وحدتها هون هاي لازم تكون وحدتها راد بير سكند وهاي لازم تكون وحدتها نيوتن فبتنتقل طاقه بتتحول لفلويدك باور هون
عند النقطة هاي راح تصير فلويديك باور. هاي مخيلة عشان أضع الحينات راح يكون عندي هون هيدروليك بامب. نطلع هذا الشافت هلا أو هذا اللي هون. هون عندي الفلو راح يكون على شكل عادة احنا بنقول الانرجي بتساوي بي في في بي اللي هي بريشر وفي بس انا مش عم بفتش على انرجي عم بفتش على باور. بالتعريف الباور ايش علاقه بين الباور والانرجي؟ الباور هي ريت اوف فلو اوف انرجي. اوكي ريت اوف فلو اوف انرجي اذا الباور هي دي انرجي على دي تي مظبوط. ريت اوف تشينج اوف انرجي او بتساوي اي دوت باور بتساوي اي دوت. اذا بدال في ايش بدي استبدل في؟ اذا بدي اقسم في على ما لهاش معنى اقول بريشر بير سكند. في شيء اسمه بريشر بير سكند بس في فوليوم بير سكند. شو الفوليوم بير سكند؟ اذا عندي هون الباور بدها تساوي بي في كيو او اي دي في على دي تي. اذا بريشر هذه بريشر طبعا هون ان باسكال هذا فوليومتريك فلو ريت. فوليومتريك فلو ريت فصار عندي هلا هاي المعادله اللي هون اللي هي باور فلويديك فانتقلت على شكل فلويديك باور. هون كانت ميكانيكال باور هون على شكل فلويديك باور وهون راح تكون مساويه للبريشر سمول بي مضروبه في كيو او سمول بي في دي في على دي تي. والوحدات هون حكينا هاي الوحده راح تكون باسكال هاي فوليومتريك فلو ريت ان كيوبيك مترز مثلا بير سكند هاي البريشر هون ان باسكال وهاي كمان وحدتها راح تكون في النهايه نفس الشيء راح يصير في عندي لوسز. شو انواع اللوسز اللي ممكن تصير عندي هون في البايبس؟ ايش زي ايش؟ بنفس البايب نفسه في لوسز من الفلو تبع الليكويد، الليكويد لما يمشي في البايب في لوسز، اللوس بصير بريشر بصير دلتا بي، دلتا بي في كيو راح يعطيني لوسز في البايبس، فمش كل الباور اللي بتعطينا اياها الهيدروليك بامب هون راح تروح على الهيدروليك سلندر او البامب. هلا هذه هيدروليك بامب بتعمل بامبينج للفلويد، هذه هون عندي هيدروليك موتور مش بامب. هذا هيدروليك موتور. طيب هلا الهيدروليك موتور راح يحول لميكانيكال انرجي. راح ارجع مره ثانيه هون لميكانيكال وهون صار عندي ميكانيكال انرجي بالمكان هذا وعم بعمل شغل مفيد. لاحظوا الميكانيكال انرجي اللي كانت موجوده هون حولناها لميكانيكال انرجي بس مور كونفينينت في المكان اللي بدنا اياه عن طريق البايبس والتيوبز اللي موجوده هون. هلا ايش راح تكون هاي؟ يا اما سلندر يا اما موتور. اذا كانت سلندر شو راح تكون عندي الباور هون؟ باور ميكانيكال او نسميها باور اوتبوت بدها تساوي الفورس في في والفورس وحدتها نيوتن وفي وحدتها متر بير سكند تطلع الوحده النهائيه واتس. فبتصير هذه نيوتن متر بير سكند او جولز بير سكند. واذا كانت طبعا هاي هون ترانزليشنال اذا كانت باور اوتبوت روتيشنال تساوي تورك اوتبوت في اوميجا وهاي عندي نيوتن متر وهاي رادز بير سكند تطلع الوحده النهائيه واتس. اوكي هذا اللي هو اللود. اللود هذا ممكن يكون مثلا اي ميكانيكال لود بدي ارفعه او الفه. فهذا هون ميكانيكال لود هاي هون تحولت الطاقه الكهربائيه من الكتريكال لميكانيكال بفلويدك بمكانك. اوكي هلا هذول اخر شيء مرات بنسميهم في بعض كتب بسموها بالاخضر بيستعملوا تعبير هورس باور. هلا يمكن هذا بطل يستعملوه في الكتب الحديثه بس موجود شائع انه نسمي هذه المنطقه هون اسميها الكتريكال هورس باور وهون اسميها بريك هورس باور. الميكانيكال انرجي الميكانيكال باور اللي طالع من المحرك مرات بنسميها بريك هورس باور.
وهي نسميها electrical horse power، وهذه هون بتصير hydraulic HP hydraulic horse power، وهون output horse power. Electrical brake horsepower، عادة الباور اللي بعطيني اياها المحرك هون بسميها brake horsepower، hydraulic horsepower، output horsepower. فانتقلت الطاقة بشكل آخر، وكل هدول كلهم losses.